يا أهلا بحضراتكم، يا أهل الكلام المحترم. في بدايات القرن العشرين ومع صراعات القوى الكبرى عالميا وبداية تأسيس أجهزة وكالات الاستخبارات العالمية، ظهر نوع جديد من الأدب، ظهر أدب الجاسوسية. أدب الجاسوسية اللي بيحكي ويروي بجاذبية خاصة جدا عمليات البطولة ومواجهة المؤامرات. من المفارقة إن أدب الجاسوسية كان بيتولد في بدايات القرن الماضي، وفي عشرينات القرن الماضي اتولد رائد أدب الجاسوسية في مصر والعالم العربي. اتولد بطل حلقتنا النهاردة، الأستاذ الكبير صالح مرسي، اللي أول ما تسمع اسمه يمر قدامك شريط طويل من الأعمال العظيمة اللي سطرها قلم صالح مرسي. وخلونا نكمل كلامنا بعد الفاصل. السهل الممتنع اللي بيخلق من شخصياته أبطال بتفاصيل إنسانية تخلي القارئ أو المشاهد مرتبط بيهم جدا، كأنهم جزء من عيلته، يخاف عليهم ويدافع عنهم ويتفاعل مع الأحداث الدرامية بشغف عجيب حتى لو بيتفرج على نفس العمل للمرة الألف. صالح مرسي اتولد في محافظة كفر الزيات سنة 29، رحل عن عالمنا سنة 1996. ألم وعرف طريق المجد مع بدايات أعماله، ومنها فيلم الصعود إلى الهاوية، وهنا بدأ الانتباه لألم متفرد بيصحبك لعالمه الخاص. ومن بعدها في الثمانينات قدم أعمال خالدة زي دموع في عيون وقحة، ثم أيقونة أعماله رأفة الهجان. 20 عمل للأستاذ صالح مرسي، ما بين روايات وأفلام سينما ومسلسلات درامية، خلدت اسمه بحروف من نور في سماء الفن والإبداع المصري والعربي كرائد استثنائي لأدب الجاسوسية. خلصت حلقتنا، والكلام المحترم ما بيخلصش على الراديو 90 90.